بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، أسعد الله مساكم بكل خير. هكذا تبدأ انطلاقة شوطنا 14 خاصة بأيضا فئة الجعدان في هذه الأمسية المميزة لانطلاقة أشواطنا. نسير مع البداية الأولى وناخذ المركز الأول لتصدر المقدمة. مشاهدين الكرام، سياف للسيد حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري المركز الثاني القادم بحضوره. هناك قياث أحمد بن مطر بن مايد الخيلي يقدم لنا غياث، والمركز الثالث هناك حضور وتواجد نايف للسيد حمد بن محمد بن حماد بوخرايط العامري. بينما الوصول هناك والتقدم من اللي واصل الحاضر مشاهدينا الكرام، ايضا 48 اللي هو متعب لسيد سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد. هنا الوصول من شعار علي بن سعيد بن سالم الزرعي يقدم لنا معلم لمبارك بن سعيد بن سالم. بينما الوصول والتقدم من واضح عامر بن سعيد بن محمد بن حميد الوهيبي يقدم حضوره. ما شاء الله تبارك الله، تبادل قوي في ايضا المراكز في هذا الشوط. بينما الوصول من شاهين للسيد محمد بن ناصر المنصوري بن طويل بيقدم لنا حضور شاهين. بينما الوصول هناك القادم الفايز علي بن صالح بن يابر العامري يقدم التواجد والحضور لهذه النوعية الفاخرة. بينما لهب وصل السيد أحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي. هكذا الإثارة، هكذا التحدي. عودتنا إلى مقدمة الشوط. قيث اللي على المركز الأول على الصدارة وعلى المركز الأول للسيد مايد بن أحمد بن مايد الخيالي يقدم حضور قيث. بينما الواصل واصل شعار ايضا هنا القادم مجد سهيل بن رغش بن طبازة العامري. بينما وصول والتحرك ايضا من قبل القادم اللي هو الفايز سيد علي بن صالح بن يابر العامري. بدأ يتقدم شعار علي بن سعيد. هنا يتواجد معلم لسيد مبارك بن سعيد، ولكن هنا شعار بالرملي القادم الواصل الحاضر اللي هو سياف مسلم بن علي بن دري المنصوري. بدأ يتحرك. بينما الوصول من قبل ممدوح سهيل بالرملي بن محمد العامري تصدر القيادة، قاد الصدارة، قاد المركز الأول. ثانيا يتواجد اللي هو سياف على المركز الثاني للسيد مسلم بن علي بن دري المنصوري، ولكن يتواجد ايضا الفايز علي بن صالح بن يابر العامري. بدا هنا ايضا القادم بحضوره يتواجد اللي هو لهب، ولكن هنا الوصول للنشمي لسيد بخيت بن راشد بن سيف الشامسي. اول ندى للنشمي على المركز الرابع. وصل ايضا وتحرك مشاهدينا الكرام القادم اللي هو الزاهد لسيد أحمد بن محمد العامري. بدأ هنا يقود ايضا هناك الوصول. بينما هنا الواصل شوف تابع اللي وصل، تابع الحاضر اللي هو الحذاف للسيد مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. بدأ يتحرك، ولكن خلاص الكيل والمتر الاخير بل 800 متر الاخيرة. هناك النشمي يقود الصدارة، يقود المركز الاول، يقود البداية. بخيت بن راشد الشامسي على الصدارة، بن مفتاح معه مفتاح النصر مع الحذاف. بدأ غير موازين الشوط. هذا الشكل الفريد، هذا الحضور الفريد على مقدمة الشوط. بدأ يقود الصدارة. طار الحذاف، طار لسيد مطر بن راشد بن علي بن مفتاح. شوف اللي وصل، شوف اللي حضر، ولكن بن مفتاح معه فتح ايضا، معه مفاتيح انتصار، مفاتيح الناموس. الحذاف ما شاء الله،
أقلع بهذا الشكل بهذا الإنتاج الفريد على مقدمة الشوط وإنتاج محمية خلي. هذه النوعية البارزة دائما وأبدا بالانتصار والناموس. ما شاء الله تبارك الرحمن. مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي يقدم هذا النجم في هذا المساء اللي هو الحذاف. المركز الثاني النجمي يتواجد مشاهدي الكرام للسيد بخيت بن راشد بن سيف الشامسي. المركز الثالث ثالث المراكز وصل في مشاهدينا الكرام ايضا اللي هو سهيل للسيد حمد بن بطي بن محمد الاغفلي. والمركز الرابع وصل في مشاهدينا الكرام اللي هو الشامخ يمع بن مانع بن محمد بن ثاني بن قطامي. وايضا هناك اللي وصل اللي هو حشيم للسيد معيوف بن حمد بن متعب العامري. هكذا مشاهدينا الكرام كانت نتيجة هذا الشوط. التوقيت الزمني لتسجل مشاهدينا الكرام 5:44 من الثانية. تهانينا والناموس لسيد مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي على فوز الحذاب بهذا الشوط. بينما من أتى ثانيا هناك على المركز الثاني اللي هو النشمي بخيت بن راشد بن سيف الشامسي قطع المسافة في 5:49 3 من الثانية. تهانينا والناموس. بينما أيضا لسيد بخيت بن راشد بن سيف الشامسي بينما المركز الثالث وصل شعار بن بطي. هناك أيضا 5:49.5 من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن بطي بن محمد الأغفلي على فوز سهيل بثالث المراكز. هكذا أيضا نتيجة هذا الشوط.